السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الجريمة البشعة اللي حصلت في منطقة دار السلام، عن عمرو النقاش اللي رجع بيته بدري شوية على غير عادته. ده دايما بيرجع الساعة 1 2، هو في ايه؟ عمرو لما رجع البيت بيحط المفتاح في الباب، المفتاح مش عايز يفتح، في ايه؟ اتاري هي حاطة المفتاح من جوه. بيخبط على مراته، فين وفين فتحت الباب، ولكن لما فتحته كانت مرتبكة. انت كنت فين؟ بتعملي ايه؟ ما بعملش حاجة، ما فيش حاجة، شكلك عامل كده ليه؟ مالك لابسه كده؟ لا انا بس كنت بحضر لك نفسي. بتحضري نفسك ايه الساعة 1 2 البيت ازاي يعني؟ الراجل جاب السكينة وقعد يلف في الشقة، هو شك ان في حد، لازم في حد مع الولية دي النهاردة، انا شاكك ان في حد معاه، شكلها باين عليه. وبدأ ان هو يلف في الشقة، وراح داخل على اوضة النوم، ما لقاش حد، حاجة بيدور تحت السرير هنا هنا. فتح الدولاب زي الافلام، بص لقى واحد جوه الدولاب عريان مالتي بدون اي ملابس. الزوج مسك السكينة وقعد يضرب فيه، اداله 5 طعنات، ولكن طبعا بعد ده ما اداله 5 طعنات ما ماتش، هو حاليا في المستشفى ولكن في العناية المركزة. اما الزوجة بقى قعدت تصوت، الحقوني الحقوني، راح هو مسكها زي ما هي كده عريانة خالص، وراح رميها من الشباك. هو على ما رماها من الشباك كان القميص اللي عليها كانت قلع من عليها. الناس سمعت دبه جامده قوي في الشارع، الناس اتخضت، ايه الدبه اللي جال الصوت العالي قوي ده؟ الناس خرجوا لقوا واحده مرميه في الشارع، جارتهم بدون اي ملابس، وهو طبعا بيقول الحقوني الحقوني. طلعوا فوق الشقه، اتفرجوا على الزوجه، اتفرجوا على مراتي كانت بتعمل ايه ومين اللي معاها. طلعوا فوق لقوا واحد معاها في الشقه، واحد غريب في الشقة وعريان خالص بدون أي ملابس وغرقان في دمه. طبعا على طول بلغوا الأجهزة الأمنية، وهو طبعا كان بيقول بقى إن هي رمت نفسها. طبعا الراجل برضو خايف إن الموقف دوت إن هو يتسجن ولا حاجة ويروح فيها، وطبعا اتقبض عليه، ولكن هو مش هياخد فيها حاجة أكيد، لأنه هو هنا كان في عنصر مفاجأة. هو دخل لقى مراته ومعاها عشيقها في أوضة النوم، لقى عشيقها عريان في أوضة النوم وهي كمان كانت عريانة، فطبعا هنا مش هياخد فيها حاجة أكيد يعني، ولكن هو محبوس على ذمة التحقيق. طب انت لقيتي نفسك ان انت واحدة خاينة، وان انت بتخوني جوزك اللي هو شقيان وتعبان بره طول النهار وطول الليل، وان انت خلاص مش طايقة جوزك، على الرغم ان الزوج بيقول ان احنا الاتنين بنحب بعض قوي، وهم ساكنين لسه في منطقة جديدة بقالهم 4 شهور، وان احنا كنا في فترة الخطوبة قعدنا 3 سنين مخطوبين. طيب انت ليه بتخونيه؟ لو انت بتخونيه يا ستي ومش طايقاه ومش عايزاه، وده اللي قلناه كذا مره يا جماعه، ودي النصيحه اللي بنقولها في الفيديو ده او في الجريمه ديت، ان الواحده لما تكون مش طايقه جوزها وان خلاص بقى شايفه نفسها ان هي بتخونه مع واحد تاني، او ان هي خلاص هتخش على مرحله خيانه، لا تتطلق احسن، تتطلق افضل، بدل ما تنتهي الحياه بالطريقه ديت. هتنتهي حياتك، لان الجرائم دي حاجه من الاتنين، يا تكون اخرتها خراب بيوت، يا بيكون اخرتها القتل والسجن. لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.